ميني كيس بدون عجين. ايه ميني كيس بدون عجين. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا ميني كيس بدون عجين، كيجي من اروع ما يكون ومن ألد ما يكون، زائد الحشوه الخطيره اللي غادي تعتمدوها في الميني كيس ديالكم، كتجي من اروع ما يكون وجد جد اقتصاديه وفي متناول الجميع، كيوجدوا في 10 دقائق. ايه في 10 دقائق كنكونوا وجدنا ميني كيس كيجيو خفاف وطريين وكيجمعوا ما بين القرمشه والطراوه ديالهم. ما عليكم الا تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير، وما تنساوناش من لي لايك للتشجيع فقط، واكيد التعاليق ديالكم البنائين. ومرحبا بالمشتركين الجدد ولاول مره كيزور قناتي، ما عليه الا يفعل جرس فضلا وليس امرا باش يوصل دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير. وقبل ما نبداو نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما كتشاهدوا معايا، اول حاجه كنحتاج جوج رغيف ديال التاكوس او رغيف ديال التورتيلا، او اللي كنصيبوا به البانيني والتاكوس هو هذا، راه معروف. وغادي ندرج معكم في الحلقه المقبله كيفاش نحضروا خبز التاكوس في المنزل. كناخذ واحد القطاعه او ممكن ناخذ حتى طبيصيل ونحطو او زليفه على حسب العبار اللي عندي انايا، وغادي نرشم به يعني حتى نحصل على واحد الشكل دائري. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نقطع هاد الحصص، كيعطوني كل وحده كتعطيني 6 ديال الرغيفات ديال التاكوس، يعني غادي نحتاج جوج رغيفات وغادي نقطع بهم. انا غنكمل الكميه اللي بقات لي، وطبيعه الحال هاد الجوانب اللي كيبقاو ما كنرميهمش، كنجمعهم وكندخلهم للفرن وكنهروشهم وكنحصل على لا شابلوغ، يعني حتى حاجه ما كتضيع في هاد الرغيف. انا غنكمل هاد الحصص ونمروا المرحله المواليه. المرحله المواليه عندي هنايا المول ديال اللي كنستعملوا فيه لي مادلين، كندهنوا جيدا بالزيت كيف ما كتشاهدوا معايا، يعني كناخذ واحد سباتيلا او واحد الشيتا وكندهنوا بشويه ديال الزيت كله من الجوانب باش ما يتلتصقش معنا الرغيف اثناء الطهي. ثم كناخذ الرغيف ديالي اللي حصلت على 12 قطعه، يعني كل قطعه ديال التاكوس او رغيف التورتيلا كيعطيني 6 ديال القطع. كذلك المول اللي عندي راه فيه 12 قطعه، يعني هاد المكونات والمقادير اللي غنعطيكم غيعطيونا 12 وحده من اللي كيش. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ الرغيف وكنوضعو على السطح ديال المول وكنضغط بالكاس ديالي، يعني الكاس اللي كنضغط به هو الكاس اللي كنقولوا به العبار ديال العنبه، وانتم على حسب اي كاس عندكم هو كنضغط به مباشره باش كناخذ القالب يعني ديال هذا المول، وكنضغط عليه باش يعطيني الشكل يعني يكون مضبوط ودائري، يعني نضغط غير الاسفل، نخلي الجوانب الا كانوا متموجين او الدرجين راه كيجي الشكل ديالهم رائع. انا كنضغط غير من الاسفل جيدا باش يثبتوا معايا. بعد ما كنكمل هذه المرحله كنوضعهم جانبا ونمشي نحضر الحشوه الرائعه والاقتصاديه. بالنسبه للخضر او المكونات لكم الاختيار، عندي انا هنايا حبه جزره اللي محكوكه رقيقه، نص حبه ديال البصل، وغادي ندير لهم شويه الزيت وشويه ديال الملحه شويه ديال الابزار ونديرهم على نار هادئه حتى يتشحروا ليا تماما يعني يذوبوا، عاد كنضيف لهم المكونات الاخرى. المكونات الاخرين كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا صدر ديال الدجاج تقريبا ما كاملاش واحد 100 غرام ديال صدر الدجاج، واحد شويه ديال الشامبينيون، ممكن نضيفوا الزيتون، ممكن نضيفوا كذلك نسمو بالزعتر، ممكن نديروا الطون، ممكن نديروا الكفته. بالنسبه للخضر ممكن نديروا خيزو، ممكن كيف ما درت انا ممكن نديروا القرعه الخضراء، ممكن نديروا اي نوع ديال الخضر عندنا، وممكن نديروا اي نوع ديال اللحوم او نتفاداو اللحوم ونديروهم غير بالخضر. كيف ما كتشاهدوا معايا درت انا شويه هنايا الزعتر باش نسمهم. وندوزو للمرحله المواليه. المرحله المواليه كناخذ لي كيس ديالي اللي وجدت وكنعمرهم، يعني العبار 8 معالق صغيره او 2 معالق صغار في كل وحده، يعني بالنسبه للحشوه هي هذه اللي غتكفيني في 12 وحده، يعني 12 وحده، يعني درت جزره نص بصله ودرت تقريبا ما كاملاش 100 غرام ديال الدجاج، واحد شويه ديال الشامبينيو كيف ما يمكن لكم تضيفوا الزيتون او اي نوع ديال المخللات عندكم او ديروا الذره، اي حاجه متوفره عندكم. انا غنملئهم وغادي نوضعهم جانبا ونمشيو نحضروا الصوص اللي كنديروه لي بديل صوص بيشاميل، كيجي من اروع ما يكون. عندي هنايا كاس ديال الحليب من عبار العنبه، وعندي هنايا جوج بيضات وجوج فرماجات اي نوع الفخوماج مثلث او اللي عندكم او المربع. عندي هنايا كاس ديال الحليب وجوج بيضات وجوج فرماجات عفوا، وغادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نحركهم جيدا بواحد الفوي حتى يندمج ليا داك الفخوماج مع البيض مع الحليب.
كيف ما كتشاهدوا معايا المكونات بساط بساط جدا، وكنظن انهم في متناول الجميع. والاجمل من ذلك هذه الوصفه كتوجد يعني فرمشة عين، بلا عجينه بلا عدم. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما حركت المكونات جيدا وداب ليا داك الفرماج مع البيض، وما دابش تماما ولكن تنحركوه جيدا، كنعطيه وقته ثم تنفرغهم بالتساوي، يعني كناخذ العبار كنفرغ عليهم كاملين بالتساوي. الا بقات شي حاجه في الاخر عاد كنزيدها الحصص الاخرين، يعني ما نعمرهمش حتى لافه، لانه ملي كيكونوا كيطيبوا راه كينتفخوا شيئا ما في الفرن، ضروري يعني نخليه واحد شويه ديال ليسباس ما نملؤهمش حتى لافه. انا يعني غادي ندير الفرن ديالي سخون على درجه حراره 180، يكون ساخن جدا. مجرد ما كندخلهم كنخلي النار متوسطه، لان ما كياخذوش معنا في الطياب بزاف، عندنا 5 دقائق كنحطوهم من الاعلى حتى كيبانوا لنا الجوانب تحمروا لينا واحد شويه، خداو واحد اللون ذهبي، عاد كنهبطوهم لتحت على نار متوسطه 5 ديال الدقائق حتى كيتغطى لينا وكيوليو لينا واحد اللون ذهبي وكينضجوا. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنضيف واحد شويه ديال الجبن الموتزاريلا كانت بقى ليا. بالنسبه للناس اللي عندهم ممكن ديروا الجبن ديال الورق ديال الساندويتش تقطعوا طريفات وديروه من الفوق، ممكن تستغناو عليه تماما، لان اصلا راه كاين البيض وكاين الحليب والفرماج راه كيتغطى لينا وكيعطينا واحد اللون ذهبي خطير وروعه. كنزيد واحد شويه كنسمهم بالزعتر او نسمهم او نزينهم بالربيع وندخلهم للفرن حتى كدوز 10 دقائق. من بعد دازت 10 ديال الدقائق، يعني 5 دقائق من الاسفل حتى تحمروا لي على هذا الشكل، و 5 دقائق من الاعلى، ها هما واجدين وكيتسحبوا لينا بكل سهوله من المول ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا هادو هما ميني كيش الخطيرين اللي كيوجدوا في واحد الوقت وجيز بلا عجينه بلا ما نخليوها ترتاح. كي اللي كيبغي يجرب العجين ديال كيش كيجي اما قاصح او يابس او كيتفتت ليه وكيبقى خصو يقادو يديمو ليه في المول، كياخذ منا واحد الوقت كبير. هادو يعني كيوجدوا في اقل من 10 دقائق تيكونوا واجدين. على فكره الحلقه المقبله غادي ندرج معكم كيفاش نصيبوا خبز تورتيلا او تاكوس في المنزل من اسهل ما يكون. كذلك كيف ما كتشاهدوا معايا كيجيو طريين وهشاش وكينتفخوا. على فكره كيف ما شفتوا راه ملي خرجتهم هبطوا واحد شويه، راه كانوا كينتفخوا، يعني ملي طفيو عليهم الفرن خليهم داخل الفرن عاد خرجوهم، ما تخرجوهمش مباشره. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنقطع معكم حيده، كيجيو خفاف ولداد ومن ألد ما يكون، صدقوني كيجيو روعة روعة روعة، أحسن بكثير من عجين ليكيش. تمنينا إعجابكم لفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبتعليق ديالكم البنائين، ومرحبا بالمشتركين الجدد، وإلى اللقاء في وصفة مقبلة. شكرا لكم متابعة وبصحة وراحة.